باش ندخلوا في الفلوجات بتاع الحياه اليوميه هكا بتاعي لهنا ان شاء الله. اول حاجه تعملوها جماعه انكم كي تطلعوا تثبتوا في المايلاج $100 وجديده راهي جديده جديده ظاهره جديده. صباح الخير جماعه، اليوم فيديو جديد. ديما وليت نبدا الفيديوهات من البلاصه هذيا. اش بنشوفوا اليوم؟ مانيش باش نمشيو نصوروا حاجه معينه، لكن باش ندخلوا في الفلوجات بتاع الحياه اليوميه هكا بتاعي لهنا ان شاء الله. نحاول اذا كان لقيت الوقت نصور اكثر ما نش. فاليوم اش عندنا مثلا؟ صاحبنا بهاء باش ينقل، فلازمنا نمشيو نشوفوا بالضبط كيفاش تعمل العباد لهنا باش تنقل. فما حاجات معينه مثلا كيفاش تهز السلعه، الاسوام تاع الحاجات المستعمله، ولو انه عملنا عليهم فيديوهات قبل. فكره صغيره، فلايك على الفيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. مرحبا بكم في حساباتنا ولا على السوشيال ميديا. اول معلم يستنى فايته بعد البارح. يلا قهوة الصباح متاع كل يوم هذيك حاجة حلوة، والآخر هوك خرج يعمل في سيجارو، وجو أحلى جو في الشارع. بعد القهوة جماعة ديريكت مشينا ليو هول. هذه الشركة المعروفة في أمريكا هنا اللي تكري منها الكماين باش تمشي تنقل. شوفوا تلقاو الأحجام الكل. هذه الحاجة ممكن باش ناخذوها احنا، لانه بها ما عندوش برشا، عنده جوست فرش وما عرف شنو. اما فما احجام اكبر من الشيره الاخرى تنصوروهم 19.95 ما نعرفش الساعه نهار اي دون نو. هاكا هو مشي يخلص. طب بالضبط ناخذوا المعطيات كي سي بها يجي ان شاء الله. وهذه معروفه راهي الشركه الاكبر في امريكا. خذينا الكاميونه بالضبط في اللاين اف، يعني هذه هذه الكاميونه اللي باش ناخذوها من قبيله وانا نصور فيها. بالصدفه طلعت هي يعني هكا المعلم شالها. أول حاجة تعملوها جماعة أنكم كي تطلعوا تثبتوا في المايلاج، خاطر من بعد فما تقريب حسبة متاع مايلاج 127,216. بهاء أيوا قداش قداش حسبوا لك النهار؟ ولا مش ما عرفش قداش حسبوا لك تو في السايج هذايا تسمن نهار ب 19 $20 20 دولار نهار. اوكي هاي قول لك اعطينا استيماسيون حسب تقريبا قداش باش تمشي. اوكي ياخذوا انت قداش حكيت قداش عطيت يعني؟ قلت له 100 مايل تقريبا، اللي هي واي معناتها برشا يعني. اقل هي اقل برشا. وانتم كما ياخذوا حتى فرانك اللي معناتها ترجع ويبدا كل شيء مريقل. اي الاستيماسيون نهار ب 20 وكل مايل تعملوا $1 تخلص عليه. اوكي ياخذوا الجارانتي نتاعهم، ياخذوا بيرمي وبتبيع كريدت كارد ولا ديبت كارد، كارد معناتها باش ياخذ منها فلوس. وكاو ما ينفعش تشد 5 دقائق باش تاخذ كمون، تقضي بيت شرك وترجع، لا تكلم تكري ترونسبورتور لا حتى شيء. يعني بشكل عام 20 دولار نهار ومن بعد المايل بدولار. بعد المايل بدولار يعني. دولار يعني واضح. وانطلقنا جماعة توا شدينا ثنية هوب. عندنا زوز محطات، يعني المحطة الأولى هنا قريبة لهنا، قداش من مايل بها؟ 4 مايل 5 مايل هكاك 7-8 كيلومتر. اوكي بالمايل نحسبه باش ناخذوا الفوتوي الاولانيه، ومن بعد عندنا الفرش الكبير ان شاء الله في بلاصه اخرى ممكن 45 دقيقه تنشوفوا المايلوات قداش. والحاجتين هذوما اوكازيون خذيناهم من ماركت بليس، ماذا بيك تجي جديد ما تمشيش اذا كان عندك برشا فلوس هذيك امور اخرى. اما راهو اي واحد يجي جديد راهو يحاول ياخذ لوكازيون بالفيسبوك من ماركت بليس، الاسعار مريقله والكواليتي تبدا تحفون. الحومه اللي باش نشريو منها شكله هذاك الكراج. هذه سي تسكي حطيناها، جو احلى جو هكا تحطت. برجوليه عجبتني هذه انا على الاخر. حله ترى حله وريهم اكل عفسه. اوكي هذاك علاش قلت لك عجبتني. جمع على لكشك على وقديش هذه بقيت تاخذها بها؟ هذه $100 جديده راهي جديده جديده ظاهره جديده 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 جديده
من احسن الحاجات اللي تميز فيرجينيا على بقيه الولايات هي الطبيعه يعني. برشا ولايات اخرى. برو كملنا؟ اسمع قديش هذا سوم؟ هذا دوتا بالدنوي فرش وجراية هي جراية واحدة 250 و 140 حسب لك 140 دوتا بالدنوي وفرش وجراية باهي برش يلا نمشي نوصلوا للدار وقف نسيتي درجين الراجل ضرب البيتزا ضرب بريكا من 7-11 اللي أنا عمري لأن كلهم مستحيل يعني. يمين 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 وهنا انطلقنا للدار خرجنا لحداش توا قريب الاربعة يعني 5 سوايع الوقت في امريكا ما يتحسش تك 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 يا جماعة وصلنا تو يا قسي بهي جاري في الكهرباء حطها بالضبط مع الجراج فراغ كاميون فارغ جوك احلى جو برو ان شاء الله مبروك الدار عايشك هذا في الزون تاع وود بريدج بحذايا انا ونسكن قش بعيد على دي سي 20 مايلز ديش 20 مايلز 20 مايل 25 هكاك 25 مايل نص ساعه ماكس نص ساعه قداش سو 1200 1200 يا بيت صاله اموركم ريكم ما شاء الله جردة صغيرة هي كل شيء ضو ماء وانترنت كراج كل شيء فهمت تلقى ساعات من المهم غاليين شوية برابور السوم دايرة جماعة هكا فلوق اليوم يوفى لهنا ممكن فيديو صغير حكينا فيه على حكاية التنقيل وكيفاش اللي حبي يعرف بالضبط الحاجات اللي تشريهم للدار بقديش وكيفاش فما فلوق قديم عملته ده نحطه لكم اللوتة في الوصف امشيوا له تفرجوا فيه وخذوا فكرة ما تنساوش كما قلت أول الفيديو اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس راهي نسبة المشتركين شوية برشا مقارنة بالناس اللي تتفرج سلام